نحن الآن نطبق استراتيجية حبل الغسيل. أول كلمة أنا، ثاني كلمة حبت، حبت. قمح، قمح، قمح. قمح. صفراء. صفراء. استاذ شو بعد الثانية؟ خلي بالك يا محمد الشهراني، محمد خلي بالك يعني عشان ماما ما تجيش في الصورة. وشو بعد حبة أستاذ؟ صفراء، قمح صفراء، قمح صفراء، قمح صفراء. صفراء. قمح، قمح صفراء، قمح الحاله وصفراء الحاله يا عبد الله. خلاص خلصت صفراء. هاي صفراء بعد المد الهمزه على السطر. صفراء تسمى همزة متطرفة، تكتب في آخر السطر. الهمزة المتطرفة تكون في نهاية السطر، وإذا كانت بعد المد أو السكون تكتب على السطر. ناعمة، ناعمة، ناعمة. فهد وسعد لسه داخلين معانا، نقول أنا حبة قمح صفراء ناعمة، 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 ناعمة. ناعمة، ناعمة، ناعمة. أنا حبة قمح صفراء ناعمة، ناعمة، ناعمة. لو وقفت على التاء صارت هاء، بنعرف منها أي تاء هي، هل هي مربوطة أم مفتوحة. إذا نطقت الملمس، الملمس، ثلاثة مقاطع، الملمس. بعد الملمس أنا لسه ما قلتش حاجة بعد الملمس. الملمس، يبذرُ بي. يا شو بعد ناعمته؟ الملمس، الملمس، الملمس. يبذرني، يبذرني.
ذو رو ني. طب وش يا وش بعد صفراء؟ ناعمة الملمس. ناعمة الملمس يبذرني. يبذرني يب لازم أمل لنفسي وأنا بكتب، لازم أمل لنفسي وأنا بكتب كده، أقول يبذرني عشان تكتب صح، لا تنسى حرف يبذرني. يلا يا عبد الله. يبذرني. ممتاز. الأولاد اللي فاتحين الكاميرات عشان نشوفهم بيعملوا ايه، دول ممتازين. يبذرني. قول له خلاص يا بدور، خلاص. الفلاح. 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 في في الأرض. الأرض. الآن. الآن. الأرض. الأرض. نأخذ ركان، أول واحد يعرض الكلمات. تفضل يا ركان. ركان افتح كاميرتك يا ركان. نعم يا أستاذ. يلا أعطيني الكلمات. أنا حبذ قمح صفراء ناعمة الملمس يبذرني الفلاح. صح صح صح. في الأرض. 10 من 10 يا ركان، رائع. ما شاء الله ما شاء الله. حبل غسيل روعة. عبد الإله. لحظة قاعد أصلح شيء. طيب عيسى. انتهيت يا عيسى؟ حبل الغسيل. قاعد ألصقهم في حبل الغسيل. طيب طيب عبد يا عيسى. طيب بارك الله فيك يا عيسى. عبد الله خلصت يا عبد الله؟ بعلقها استاذ. طيب اللي جاهز مين؟ مين جاهز؟ استاذ انا محمد صلاح. انا كنت اول واحد. طيب يا محمد تعال. محمد صلاح. محمد صلاح وبعده خالد. محمد وبعده خالد واحد. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. اتكلم يا محمد اتكلم. صاد هذا هي. طيب الفلاح صفراء حبة قمح أنا نعمة الملمس يبذرني. في لسه في الفلاح. أنا فين حبته فين يا محمد؟ حبته مش موجودة، بس البي كويس ممتاز. اكتب حبته بس. ممتاز يا محمد.
تفضل يا عبد العزيز. احسنت يا محمد. محمد محمد العوفي ممتاز. الملمس يبزرني الفلاح في الارض انا حبيبي. طيب خلاص 10 من 10 يا عبد العزيز، 10 من 10. خالد القرعاوي تفضل. تفضل يا خالد. ايوه استنى يا اسامه بس لما خالد يتكلم. اتكلم تاني يا خالد، اتكلم يا خالد. افتح افتح المايك. ايوه ممتاز. انا حبه قمح انزل صفراء. ايوه ماشي. ناعمه الملمس يبزرني الفلاح في الارض. 10 من 10 خالد. انا عشان النهدي. ممتاز خالد القرعاوي. الفيديو بتاع القرآن شوفوا يا خالد. تفضل يا أسامة. أسامة النهدي تفضل. أسامة النهدي تفضل. تفضل. أنا حبة قمح صفراء قبل غسيل رائع. ممتاز. ثواني يا منصور بقى زميلك بيعرض، ما تقطعش عليك. تكلم تاني يا أسامة، تكلم تاني. يبذرني ايوه الفلاح ممتاز في الارض. احسنت يا اسامه، بس الالف بتاع الارض يشيل الهمزه من عليه. الهمزه الاولانيه همزه وصل ليست قط. جزاك الله خير. اتفضل يا منصور. بعد عيسى، بعد منصور عيسى. اتفضل يا منصور. انا حبه قمح. لا قمح صفراء ناعمة الملمس. لحظة أستاذ بس أبدأ أجيني. ماشي براحتك. أنا أستاذ محمد شكرا. ثواني يا محمد ثواني. يا واحد يا واحد. تفضل. أبدروني. أيوه. الفلاح. أيوه. هنا صح؟ تمام بارك الله فيك. كيف يا اسامه بقى؟ خلاص اسامه لا تسكر خلاص. انا عبد الاله خلصت. ثواني يا عبد الاله، في واحد عندنا. انا قلت اول محمد الشهراني وعيسى، هما الاثنين. محمد الشهراني اتفضل. اتكلم اتكلم. انا حبته قمح صفراء ناعمه الملمس. نزل شويه. نزل نزل الكاميرا لتحت شويه يا محمد عشان. ايوه كده تمام كده. انا حبته قمح صفراء ناعمه الملمس في الارض. ابزرني الفلاح في الارض. ممتاز. ضع بس ضع الهمزه فوق الارض، ضع الهمزه فوق الالف كلمه الارض. 10 من 10 ممتاز. احسنت يا محمد. تفضل يا عيسى. الأرض بس ناقص هم. ممتاز يا محمد. تفضل يا عيسى. الأرض. أيوه. تكلم يا تكلم يا عيسى. الأرض. ممتاز. في. عشان كمل على طول. أنا. ممتاز ممتاز. صفراء. حلوة ممتاز. الملمس حبل غسيل رائع. يبذرني. بص هنا يا عيسى، وقف على دي، شيل الواو وحط ياء في الاخر. يبذر على ضمه ليست واو، وحط ياء في الاخر بس. كمل. ماشي. ناعمة. ممتاز. الفلاح. احسنت. بارك الله فيك. ممتاز يا عيسى، بس صلح بس شيل الواو وحط ياء في الاخر. احسنت يا عيسى، احسنت يا عيسى. ممتاز. تفضل يا عبد الاله. كم جبت؟ 10 من 10 يا عيسى، عشان حامل الغسيل الرائع. تفضل يا عبد الاله. تكلم يا عبد الاله، تكلم تكلم. انا ايوه حبته
ممتاز. قمح. أيوة. صفراء. أنت. ناعمة. تمام. الملمس. أحسنت. يبذرني. ممتاز. الفلاح. أحسنت. في. ممتاز. الأرض. ممتاز يا عبد الإله، بارك الله فيك، 10 من 10. حبل الغسيل. حبل الغسيل هذا هو. ممتاز بشر، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا عبد الإله، مبدع. أحمد الزهراني. أحمد الزهراني. نعم. تفضل يلا. أيوة بارك الله فيك يا عيسى، أحسنت يا عيسى. تفضل يا أحمد، تكلم يا أحمد. أنا حبك قمحي صفراء ناعمة. أي 10 من 10 يا أحمد، أنا شفتهم خلاص، 10 من 10. ممتاز يا أحمد، بارك الله فيك. والسورة اللي أنت بعتها اليوم سورة الطارق، والقراءة رائعة، جزاك الله خير يا أحمد. عندي حتى بعتها كاملة سورة الطارق. وأنا قلت لك أمس بارك الله فيك، ممتاز يا عبد الله، رائع يا عبد الله. نشوف مين اللي عليه الدور. عبد الله، ماذا تقول يا محمد؟ طيب انا بعد 11. ايوه بس القراءة عاوزة تصلح يا محمد، الحركات ما مزبوط، لازم اهتم بالقراءة، اهم شيء في القرآن الفتحة والقصر تكون لازم تعيدها، لازم تعيدها اليوم بعد ما نرجع عليها، بعد ما نرجع عليها اليوم. اتفضل يا عبد الله. ايوه ايوه عيسى ممتاز، كان في بس حاجة خلاص مزبوطة عيسى. اتفضل يا عبد الله. طيب أنا. أيوة. حبته. حبته. قمحي. صفراء. حبل غسيل رائع. ناعمة. ممتاز. الملمسي. تمام. يبذرني. ممتاز. الفلاح. سلام. في الأرض. ارجع تاني كده يا عبد الله، يا عبد الله في النص، حط الحبل في النص وثبت بس. ثواني بس، لا تعالى يمين، تعالى يمين، تعالى يمين، الناحية التانية. ايوه. فلاح. ايوه انا عاوز اثبت هنا، ممكن اليوتيوب بيجيب الكلمة الحلوة كده والحبل الغسيل الرائع ويثبتها ويعملها صورة للقناة علشان يبقى فيها حبل غسيل ايه؟ جميل كده، باين اللي فيها حبل غسيل. جزاك الله خير. أحسنت يا عبد الله، وحبله رائع ما شاء الله. عندي مين؟ أسامة الصانع. أسامة. كم استاذ؟ 10 من 10 يا عبد الله. لو عرفت تصور لي حبل الغسيل كده كلمات كلها صورة واضحة وتبعتها لي يبقى ممتاز. اتفضل يا عبد يا أسامة، أين كلماتك؟ أيوه. أنا حبة قمح صفراء ناعمة الملمس يبدون الفلاح في الأرض ويغطيني بالتراب. زودت أنت كمان، عندك بس كلمة الأرض حط لها همزة فوق الألف. 10 من 10 يا أسامة، بس ضع الهمزة فوقها ألف. الأرض، بارك الله فيك، ممتاز. فهد، تفضل يا فهد. أخيب حبل غسيلي. أيوة، لو عرفت تصوره لي يا محمد صورة كده يعني زي ما هو كده. استنى أنا أصور، ثواني. بارك الله فيك يا محمد، رائع رائع. استاذ عبد الرحمن، انت قلت لنا اصور. لا انا لا انا لسه ما شفتكش يا عبد الرحمن، اخلص فهد واجيلك على طول بعد فهد. اشوف انا حبة قمح صفراء ناعمة الملمس يبذرني الفلاح في الارض. 10 من 10 فهد، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. تفضل يا عبد الرحمن، اعطيني كلماتك. شاطر يا فهد، عاوزك بقى تعمل لي حبل غسيل انت كمان كده. ها جاهز مشابك كده وحبل غسيل. يلا يا عبد الرحمن اتكلم. يا الله اتكلم يا عبد الرحمن، تكلم. ايوه عشان تظهر. مش شايف حاجه يا عبد الرحمن.
علي صوتك عشان تظهر عندي. ايوه كده، ايوه كده. انا حابه تقوم نطلع فوق. صفراء ناعمه ترفع لفوق. نعمه مبذور الفلاح في الارض. احسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. عندك بس صفراء، نزل الهمزه بعد الالف، شيل الهمزه من فوق الالف وخليها على السطر. يبقى صفراء اي مد، اي مد طالما غاف بعده حط الهمزه على السطر على الارض. ماشي، شيل الهمزه بتاعت صفراء حطها تحت. 10 من 10 يا رائع، ممتاز ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. ناخذ امير. امير ممتاز. كم كلماتك؟ أنا حبة قمح صفراء تبذرني ناعمة الأرض الملمس. أحسنت يا أمير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. 10 من 10 رائع، ممتاز. عاوزك تجهز لي حبل غسيل بقى كده مرة كده ولا حاجة عشان نشوف الحبل على بعض والعشرة مع بعض وضحية. تفضل يا عبد المحسن. جزاك الله خير يا أمير. عبد المحسن، يا عبد المحسن، ايوه ممتاز، ممتاز يا عبد الله، ممتاز، بارك الله فيك. عبد المحسن، عبد المحسن طلع عبد الإله، يا عبد الإله، يا عبد المحسن. نعم يا استاذ. يلا فين كلماتك يا عبد المحسن؟ الجهاز خلاني يتغير الاسم. اين كلماتك يا عبد المحسن؟ استاذ كنت قاعد اركب الكلمات. يعني عندك شيء جاهز ولا لا؟ يلا اعطيني، حط هات الكاميرا عليه، هات الكاميرا عليك. استاذ تشوف زين؟ لسه ما وضحتش، قرب شوي. ايوه ايوه كده، مظبوط مظبوط كده، حلو كده. انا حبة قمح صفراء ناعمة الملمس يبذرني الفلاح. ايوه ايوه كده، رائع كده رائع. مشي بقى، مشي مشي عبد المحسن. ايوه ناعمة الملمس. انا بس نقطة خلاص، تمام يا عبد المحسن، كمل كمل. الملمس يبذرني الفلاح في الارض. احسنت يا عبد المحسن، 10 من 10، ممتاز. قبل غسيل جميل، بارك الله فيك يا عبد المحسن، احسنت، جزاك الله خير، ممتاز. سعد، يا سعد، يا سعد. نعم استاذ. أين أنت يا سعد؟ أنا حبة قمح صفراء يبدون نعيم الفلاح صفراء الأرض. ممتاز يا سعد، بارك الله فيك يا سعد. 10 من 10 إن شاء الله، المرة الجاية يكون عندك حبل غسيل، بارك الله فيك، ممتاز. منصور، أنا شفتك يا منصور، أحسنت يا سعد. طيب خلاص، يبقى كده كله تمام كده. ال 17 رائعون، بارك الله فيكم، ممتازون. وان شاء الله احنا هنخرج الان وهندخل وهنطبق استراتيجيه، هنطبق استراتيجيه احمر واخضر في الحصه القادمه. يس.